مدبولي يلتقي عددا من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة بمجال الطاقة المتجددة ويدعوها للدخول بقوة للسوق المصرية. الحكومة تؤكد سلامة مياه الشرب بجميع محطات المياه بأسوان وتشدد على وجود نظام لحوكمة مياه النيل. ومصر تدين التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والعمليات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية عقد المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه في ضوء متانة وقوة العلاقات ما بين مصر واليابان على مختلف الأصعدة. وخلال لقائه وفد ضم 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه. أوضح مدبولي أن اليابان تعد شريكا تنمويا رئيسيا لمصر، حيث تضم محفظة التعاون التنموي بين البلدين أكثر من 18 مشروعا. ودعا مدبولي الشركات اليابانية للدخول بقوة في السوق المصرية والاستفادة مما تقدمه من فرص واعدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عمق العلاقات المصرية الصينية وتنوعها وأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية ما بين البلدين. وأعرب مدبولي عن تطلع الحكومة لتوسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني بما يسهم في جذب المزيد من الشركات والشراكات الصينية إلى السوق المصرية، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للشركات المصرية التي أصبح لها دور بارز في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي الرئيس التنفيذي لمجموعة حاير العالمية والوفد المرافق له. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وبذل مختلف الجهود التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى المعدلات الاقتصادية المرجوة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى. وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى دور شركات الإنتاج الحربي في توطين العديد من الصناعات ودعم جهود التصنيع المحلي في مختلف القطاعات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري وصقل مهاراته على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025. مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ خططها الأمنية لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية، والتي تشارك في تنفيذها كافة قطاعات الوزارة لبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم. مع انطلاق عام دراسي جديد، كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمني لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية وبث الطمأنينة في نفوس الطلبة وأولياء الأمور من خلال الخدمات والارتكازات الأمنية أمام المدارس وبمحيطها والشوارع المؤدية إليها. شكرا سيادة الرئيس طبعا إن هو فاكرنا وعلى التأمين اللي احنا بنبقى فيه ده، دي حاجة طبعا احنا مبسوطين بيها اول يوم دراسة. لما جينا لقينا استقبال الشرطة وفي هنا امان وفي حتى احنا مطمنين وهم واقفين وهم داخلين
وفي نظام ومفيش تكدس مروري. انا مبسوطه جدا بحوالين الشرطه ان هي حوالين المدرسه، وده طبعا مدينا امان جدا ان لو حصلت اي حاجه كل حاجه هتتحل وان احنا هنعرف نتصرف. اول ما جيت النهارده المدرسه حسيت بالامان لما لقيت الشرطه حوالينا وكده. طبعا وجود الشرطه بيحسسنا ان احنا كاولياء امور بالامان وانه اولادنا في امان. مبسوطه قوي لما دخلت مدرسه لقيت ضباط وكده، ودي حاجه كده طبعا كويسه عشان جايين يامنوني وكل حاجه كويسه. وتحيا مصر. الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين سير العملية التعليمية اعتمدت على نشر الخدمات والأقوال الأمنية بمحيط المدارس على مدار اليوم الدراسي، حيث تتميز عناصر التأمين بالانضباط والظهور بمظهر حضاري يعبر عن جاهزية رجال الشرطة ومدى احترافيتهم. احنا سعداء جدا النهارده في اول يوم دراسه ومعانا الشرطه بتستقبلنا وبتستقبل الاطفال علشان يتعرفوا على الانتماء وحب الوطن. الاسر حاسه بالامان، المدرسه كلها حاسه بالامان، وبنشكر وزاره الداخليه وبنشكر الساده الضباط. النهارده اول يوم مدارس، سعدنا بوجود رجال الشرطه حوالينا موجودين بيأمنوا الأولاد، بيأمنوا دخول الأولاد، وجودهم بيفرق جدا معنا. تضمنت الخطة الأمنية نشر الخدمات المرورية بالميادين والشوارع المؤدية إلى المدارس لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري، بخاصة مع توقع كثافات مرورية أمام المدارس. الشرطة بتأمن الدنيا كلها وبتأمن دخول المدارس النهاردة. اتبسطت جدا بصراحة وبشكرهم جدا جدا النهاردة. دي حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا ان انتوا تاخدوا بالكم من اولادنا الصغيرين. عملية تأمينهم دي ده تأمين لقلوبنا كلنا. النهاردة اول يوم مدرسة وانا مبسوطة قوي عشان جيت لقيت الشرطة مأمنة المدرسة وحسيت بالأمان. أشكر جدا أول يوم دراسة إن هي الحمد لله مأمن موفرنا الأمن والأمان، وإحنا داخلين حاسين بالأمن ووجود الضباط وعربيات الأمن في كل مكان. ارتياح كبير وسط الطلاب وأولياء الأمور مع وجود أمني مكثف وفعال في بداية العام الدراسي الجديد، خاصة مع القدرة والجاهزية والانضباط التي تتميز بها العناصر المكلفة بالتأمين في ضوء الاستعداد الدائم من وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والمناسبات. مأمنين المدرسة وده محسسنا بالأمان، ويعني ربنا يخليكم، ميرسي قوي قوي على المجهود اللي انتوا بتعملوه. مبسوطة قوي شفت الضباط. تحية مصر. مع بداية عام دراسي جديد تنفذ وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة تهدف من ورائها إلى بث الطمأنينة في نفوس الطلبة وأولياء الأمور من خلال تنفيذ هذه الخطة باحترافية كبيرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الخارجية وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي إلى العاصمة مقديشو في إطار دعم مصر لمساعي دولة الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وأوضحت الوزارة أن المساعدات تأتي في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها بموجب بروتوكول التعاون العسكري والموقع مؤخرا مع الصومال، تأكيدا على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن الفحص الظاهري لظهور حالات نزلات معوية في أسوان أظهر وجود عدوى بكتيرية قولونية تنتقل نتيجة تناول أطعمة ملوثة أو مياه مخالطة لمياه الصرف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإسكان والمرافق ومحافظ أسوان بمستشفى أسوان التخصصي بالصدقة. الفحص الظاهري للعينات الإسهال يؤكد وجود عدوى بكتيرية قولونية اللي احنا بنسميها إيكولاي أو البكتيريا الشرائكية. هذه البكتيريا هي موجودة في أي شيء ممكن يبقى فيه تلوث، المية لو ملوثة بتنقل إليها، الأكل لو بيغسل بمياه ملوثة ممكن تنقل للحاضن وهو في الحالة دي هو الإنسان. وده اللي احنا طلعته المعامل المركزية في القاهرة من نتائج لتحاليل العينات اللي أخذت من عينات الإسهال أو عينات القيء أو العينات اللي جاية من المرضى المصابين، ومع طبعا اختلاف سلالات الإيكولاي أو البكتيريا اللي هي الأشركية بيختلف حدة المرضى، بمعنى أن في الطبيعي أنها تكون حالات إسهال وقيء وارتفاع في درجة الحرارة وغثيان بسيطة، ولكن في بعض السلالات المتحورة، وطبعا دلوقتي بقى الكلام على المتحورات سهل لأن احنا مرينا بمتحورات كورونا، وكما يحدث في الفيروسات يحدث في الميكروبات، وبالتالي اللي أخذ وقت برضو ده رد تاني انتوا سبتونا 6 أيام أو 7 أيام ليه؟ لأن احنا بنعمل تسلسل جيني للسلالات وبنعمل مزرعة للعينات حتى يمكن أن نخرج إلى حضراتكم بمعلومة علمية موثقة على عن سبب هذه البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأعراض اللي احنا شفناها. إلى ذلك أكد وزير الصحة أنه تم التأكد من سلامة مياه الشرب في جميع محطات المياه بأسوان من خلال أخذ عينات من عدد من المحطات لفحصها، مشيرا إلى أن هناك نظاما لحوكمة مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة. مية النيل اللي جاية عبر روافدها من كل الدول اللي قبلينا في نظام لحوكمة والكشف والاطمئنان على مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة. وزارة الري والموارد المائية بتأخذ عينات من السد ومن البحيرة بشكل يومي وأسبوعي حتى تطمئن على المياه عند وصولها إلى الأراضي المصرية، وبمعامل متقدمة جدا، وتستطيع أنها بتطلع تقارير وتقدر تعمل معالجات إذا في أي شيء. ويعني مرينا بحاجات زي كده كثيرا. ثم المية دي بتروح على محطات المعالجة اللي بتبقى في عهدة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللي بتجري عمليات من المعالجة لهذه المياه وعمليات أيضا التحليل الدوري والكشف الدوري والمعملي في بشكل يومي في هذه المحطات حتى تطمئن عليها. ثم يأتي دور وزارة الصحة أنها بتجرى كل الإجراءات الخاصة بالكشف المعملي والتحليل عند خروج المياه من محطات الشرب أو محطات المعالجة إلى الشبكات الداخلية للمنازل. وطبعا في نص الكلام ده كله وزارة البيئة بتعمل في أمور كثيرة ما حول هذه المحطات، وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات. فإذن هناك منظومة معقدة جدا للإطمئنان على كل نقطة مية حضرتك بتشوفها في الحنفية اللي بتنزل قدامك. بدوره أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن مياه الشرب ليست سبب حالات النزلات المعوية في أسوان، موضحا أنه تم أخذ عينات من المياه وتحليلها ووجد أنها مطابقة للمواصفات تماما. الحقيقة يمكن إحنا بشكل تلقائي يعني على مستوى الجمهورية كلها بيتم أخذ عينات يوميا من محطات المياه سواء المآخذ أو الروافع أو محطات التنقية، والعينات دي بتتاخد من المأخذ من المياه نفسها اللي داخلة للمحطة ومن المنتج النهائي كمان اللي هو المخرج بعد التنقية. والحقيقة يمكن خلال الرصد ما قبل رصد هذه الحالات كان استطلعنا كل النتائج الخاصة بالعينات والتقارير اللي موجودة ولقيناها ان هي مطابقة للمواصفات والمعايير،
القياسية، وبعد رصد الحالات برضو كثفنا الحملات بتاعة التقارير ونتائج من خلال الشركة القابضة وللميات الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمية الشرب والصرف الصحي التابع أيضا للوزارة، هو بيعد جهاز رقابي داخل الوزارة لفحص العينات بشكل عشوائي ومستمر. كثفنا هذه العينات ولقينا أن المنتج برضو مطابق للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وأن الحقيقة المشكلة مش في محطات المية تماما. أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والعمليات العسكرية من بينهم نساء وأطفال. وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية رفضها التام لأي انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه. وأكد البيان أن مصر سبق وحذرت من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن خطر توسعه بما يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. ودعت مصر القوى الدولية ومجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل على أعتاب أيام معقدة. وقال نتنياهو من غرفة التحكم الرئيسية في وزارة الدفاع بتل أبيب إنه يعمل على تغيير ميزان القوى في الشمال، هذا ما تفعله إسرائيل. ونقلت القناة 12 عنه القول إن إسرائيل لا تنتظر التهديد بل تسبقه على حد تعبيره. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن هناك احتمالا باندلاع صراع إقليمي في ضوء التوترات والتصعيد ما بين إسرائيل وحزب الله. وقالت الوزارة أنها تقوم بإرسال عدد قليل من القوات إلى الشرق الأوسط في ضوء التوترات الحالية، مشيرة إلى أن قادة إسرائيل بعثوا لواشنطن إشارات عن عزمهم شن عمليات في لبنان ولكن دون توفير تفاصيل. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة صدقت بشكل عاجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء إسرائيل. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا على أن يستمر لمدة أسبوع، يتزامن ذلك مع شن القوات الإسرائيلية موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان. قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ارتفع إلى 274 قتيلة بينهم 21 طفلة و39 امرأة، بالإضافة إلى 1024 جريحا في الأقل. أضاف وزير الصحة اللبناني أن الضربات طالت سيارات الإسعاف والمراكز الصحية. الحصيلة الحالية، لأنه للأسف الوضع لا يزال يتطور وهلأ في اعتداءات عم بتصير في منطقة البقاع غير الاعتداءات اللي في منطقة الجنوب. الحصيلة الحالية اللي متوفرة لغرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة، الشهداء 274 شهيد بيناتهم 21 طفل
39 امرأة، هيدول اللي تعرفنا عليهم إلى الآن. هنالك كذلك بعض الجرحى، بعض الشهداء اللي لم يتم التعرف عليهم، أرقام بتطلع مع الوقت. عدد الجرحى حتى الآن اللي استقبلت في المستشفيات 1024 جريح، و 27 مستشفى شاركت في استقبال هدول الجرحى. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض 80 صاروخا من لبنان وقصف نحو 800 هدف مرتبط بحزب الله في جنوب لبنان ومنطقة سهل البقاع. هذا وأعلن حزب الله اللبناني قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد، مضيفا أنه قصف أيضا مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل في منطقة زو قولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ. الله أكبر. بفقد حبيب ورا حبيب، بفقد غالي ورا غالي، صدمة ورا صدمة، كسر ورا كسر. قصفوهم أين ما درينا عنهم إلا هم أيهم مقطعين. شو قف يا خير؟ في قطاع غزة أعلنت السلطات الصحية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدة و60 مصابة خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت السلطات الصحية بقطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,455 شهيدة و 95,878 مصابة، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أخبار التاسعة مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يجري عددا من اللقاءات مع نظرائه لبحث سبل التعاون المشترك. تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية. 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر تولي أهمية لزيادة معدلات الاستثمارات السنغافورية في مصر، حيث أصبحت سنغافورة خامس أكبر مستثمر أسيوي في مصر. وخلال لقائه مع وزير خارجية سنغافورة بنيويورك، أكد وزير الخارجية حرص مصر على استمرار تعميق التعاون القائم ما بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية السنغافورية، على النحو الذي يعكس الدور الهام للأزهر في نشر قيم الإسلام الوسطي والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب. أشاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالتطور الذي شهدته العلاقات المصرية المولدوفية،
وخلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مولدوفا على هامش مشاركتهما في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قدم وزير الخارجية الشكر لمولدوفا على الدعم الذي قدمته السلطات هناك لإجلاء وعبور الطلاب المصريين العالقين في أوكرانيا عبر مولدوفا ثم إلى رومانيا في بداية الأزمة الأوكرانية. وجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي الشكر لكرواتيا لدعمها القوي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيدا كذلك بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية. وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا، أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لسرعة انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة المقرر عقدها في كرواتيا، التي ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار ما بين البلدين. التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي ونظيره لدولة إريتريا عثمان صالح بنيويورك. ناقش وزير الخارجية مع نظيريه الصومالي والإريتري التنسيق المشترك على أعلى مستوى والإدارة الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية. وأكد الوزراء مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما يربط الشعوب والحكومات الثلاثة من صلات أخوة وصداقة فضلا عن تناغم في الرؤى والمواقف. شارك منتدى شباب العالم في قمة المستقبل في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، وذلك تقديرا للدور المميز الذي يلعبه المنتدى تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب في تمكين الشباب وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار الدولية. هذا وتوفر قمة المستقبل منصة فريدة لمعالجة التحديات المستقبلية ووجهات نظر الشباب بشأن القضايا العالمية الرئيسية مثل السلام والأمن الدوليين والتنمية المستدامة والثورة الرقمية والتكنولوجية. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي شريف عارف. بعد التحية أستاذ شريف، مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل في نيويورك بمقر الأمم المتحدة تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، كيف ترى أهمية هذا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهديك. أولا هذه المشاركة تمثل تتويجا لما قدمه منتدى شباب العالم على مدى أكثر من 7 سنوات ماضية. هذا التدويج لم يكن بين يوم وليلة، هذا التجمع الكبير والمنصة الحوارية المهمة التي وضعت نفسها بين أكبر منصات الحوار الشبابي على مستوى العالم، هذا التجمع الذي جمع شباب دول العالم على أرض مصر، أعتقد أن هذه المشاركة هي جزء من جاهزية الدولة المصرية وقدرتها على التفاعل مع قضايا العالم، خاصة أن قمة المستقبل كانت تتحدث عن مبادئ الأمن والسلم الدوليين وكذلك التنمية المستدامة وفكرة تمكين الشباب، وهي كلها أفكار أصيلة لدى الدولة المصرية. وأعتقد أن منتدى شباب العالم كان سباقا في طرح هذه القضايا. صحيح. على مدى السنوات السبع الماضية، سواء في خلال مؤتمراته التي عقدت في شرم الشيخ أو حتى المؤتمرات الوطنية للشباب التي عقدت في أكثر من محافظة. نحن الآن نتحدث عن قضية مهمة تشغل العالم وهي قضية التمكين. أعتقد أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في مسألة التمكين، سواء تمكين الشباب في المناصب القيادية أو في التمثيل النيابي سواء من
تنسيقية شباب الأحزاب وغيرها، أو ما تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب من تأهيل الشباب لشغل المناصب. نحن النهاردة عندنا معاونين محافظين من الشباب يستطيعوا يعني أن يقدموا جديدا إضافة للخبرات الأساسية. كل ده أعتقد أنها مكاسب وضعت الدولة المصرية في موضع صحيح الاهتمام بفئة رئيسية ومهمة وهي فئة الشباب. صحيح أستاذ شريف، يعني حقيقي تمكين الشباب، مصر تعمل على هذا الملف منذ سنوات، والآن أيضا إيصال أصواتهم لمراكز صنع القرار الدولية. جزيل الشكر لك الكاتب الصحفي أستاذ شريف عارف. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل المحاولات الإسرائيلية لتقويض السلطة. وخلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنيويورك، أكد وزير الخارجية أن الدولة المصرية ستواصل مساعيها لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. ألقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي كلمة مصر خلال اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد وزير الخارجية خلال كلمته أن مصر كانت وستظل حاضرة وبقوة في إطار عمل حركة عدم الانحياز بوصفها أحد مؤسسي التضامن الأفرو آسيوي. ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي لإدانة السياسات الإسرائيلية والتأكيد على الرفض الدولي للمساعي الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته. وشدد السيد وزير الخارجية على أن السلم والاستقرار لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط سوى بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أعلن تقديم 84,155,632 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق النسخة الثانية في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. ودعا وزير الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، وذلك للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية، وذلك للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة. عقد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. وخلال الاجتماع استعرض وزير الثقافة الخطة التنفيذية للفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الوزارة ضمن هذه المبادرة، والتي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ قيم الثقافة والتعليم. وأكد وزير الثقافة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر وخلق بيئة تعليمية وثقافية تسهم في بناء الإنسان المصري على أسس معرفية قوية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. عقدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض ووزير الإسكان شريف الشربيني ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر اجتماعا موسعا لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته 12، وذلك في شهر نوفمبر المقبل. تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات من جميع الوزارات
والجهات المعنية لمتابعة التحضير للمنتدى وعقد اجتماع أسبوعي لممثلي كل الوزارات والجهات، كما تم التأكيد على سرعة انتهاء كل جهة من تنفيذ المهام الموكلة إليها التي تم استعراضها في الاجتماع، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء في التقارير واللقاءات الدورية والخاصة بمتابعة ملف استضافة مصر للمنتدى. تفقد محافظ شمال سيناء خالد مجاور بعض المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية في بداية الموسم الدراسي الجديد، وأكد على انتظام العمل بالمدارس وفقا للتعليمات واللوائح المقررة. وخلال جولة تفقدية بمدارس منطقة الجورة والحسنة، أكد محافظ شمال سيناء اهتمام الدولة بالمناطق النائية، حيث وصل عدد المدارس إلى 623 مدرسة. جولة تفقدية قام بها محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور في قرى مختلفة بالمحافظة للاطمئنان على سير العملية التعليمية في بداية الموسم الدراسي الجديد، حيث أكد على انتظام العمل بالمدارس وفقا للتعليمات واللوائح المقررة. احنا مش جايين نفتش على المدرسة والانصراف والصبورة موجودة والكلام ده، لا خالص، احنا جايين نشوف الحالة المعنوية للطالب، مدى الاهتمام به، المشاكل البسيطة، المواصلات وهكذا. لكن حقيقة دي برضو من المدارس الكويسة. احنا على فكرة جينا هنا غير مخطط، يعني ممكن حضرتك كنت معنا في المدرسة اللي فاتت، احنا قولنا رايحين الحسنة بس قلناش رايحين في مين. اول مدرسة قابلناها دخلنا عشان الوقت اللي المفروض ان هم بيخلصوا في توقيت معين، والحمد لله اللي احنا لحقناهم، قدرنا حديث مع الطلبة، قدرنا حديث مع او الطالبات يعني، قدرنا حديث مع المدرسين، مع العاملين في المدرسة. لا، هناك روح معنوية عالية جدا وإصرار على إتمام العملية التعليمية بمنتهى الجد. الجولة التي شملت مدرسة بمنطقة الجورة وأخرى بمنطقة الحسنة أكدت على اهتمام الدولة بالمناطق النائية، حيث وصل عدد المدارس إلى 623 مدرسة بعد أن كانت 80، وهو ما يعكس الأمن والاستقرار الذي تعيشه محافظة شمال سيناء. محافظة شمال سيناء تكاد تكون دلوقتي إحنا ما فيش عندنا نوعية من نوعية التعليم غير موجودة في داخل المحافظة. كافة نوعية التعليم موجودة، هنتكلم على المدارس الرسمية لغات أو التجريبيات موجودة بكثرة، ارتفع عددها من مدرسة ومدرستين، دلوقتي عندنا 10 مدارس، مدارس المصرية اليابانية، مدارس التربية الخاصة، عندنا كذلك المدارس الفنية بكل نوعيتها موجودة، عندنا مدرسة فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية، مدرسة التلول البحرية دي موجودة في منطقة بير العبد على الساحل، إن شاء الله دي داخل الخدمة. عندي خطط إنشاءات موجودة، أنا بتكلم على الإنشاءات عموما، خطة الإنشاءات موجودة سنوية فيما يتناسب مع عدد السكان الموجود، لأن أنا عندي معايير معينة بحيث يبدأ إمتى ألاقي في مدرسة ابتدائي فين وإعدادي فين وثانوي فين وحدود المسافات بتاعتهم، وفي عندي جماعات تنموية كلها بتكامل فيها مدارس جديدة، وزي ما أنت شفت كده إحنا موجود في الجورة وفي نجح شبانة وفي الطويلة. وفي نهاية الجولة أكد المحافظ على انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة والمقيد بها نحو 123,319 طالب وطالبة، ويعمل بها نحو 9,000 معلما ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة حصول مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية على اعتماد الجودة من جاهار كأول مستشفى عام حكومي تابع لقطاع الرعاية العلاجية بالوزارة يحصل على هذا الاعتماد. هذا وتتضمن شروط الحصول على الاعتماد جاهار تحسين سلامة المرضى في المنشآت الصحية بما يتطابق مع كل المتطلبات الوطنية للسلامة. تابع محافظ أسيوط هشام أبو النصر أعمال تطوير ورفع كفاءة الجراجات التابعة للمحافظة والتي تضم الإنقاذ السريع وأحياء شرق وغرب ومركز ومدينة أسيوط، وذلك لإنشاء جراج واحد مركزي يضم كافة الحملات الميكانيكية لهذه الوحدات والأحياء. وقام أبو النصر بجولة تفقد خلالها محطتي الثروة الحيوانية في قرية بني مر بمركز الفتح وقرية الحمام بمركز أبنوب للوقوف على أعمال التطوير التي تمت بهما لتعظيم الاستفادة منهما وزيادة إنتاجيتهما. وتفقد كذلك مركز شباب المنظرة قبلي بمنفلوط للإطمئنان على سير العمل بالقطاعات المختلفة ومدى تقديم الخدمات للمواطنين.
والآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة. الوقفة الاقتصادية تنضم إلينا فيها فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا رجاء. شكرا سارة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير البترول كريم بدوي على العلاقات المتميزة بين شركات قطاع البترول والشركاء الأجانب، وخلال لقاء عقده مع رؤساء وقيادات شركات قطاع البترول، أكد وزير البترول أهمية تعزيز دور رؤساء شركات القطاع كممثلين للدولة أمام الشريك الأجنبي على المستوى المالي والفني والإداري، وتحفيزهم على إيجاد مبادرات لضخ المزيد من الاستثمارات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الجهاز والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وإيجاد بيئة عمل مواتية أمام المستثمرين. جاء ذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستين بيرجر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، حيث أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر. جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعيات العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعيات بنيويورك. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجاء وسارة لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا فاطمة خليل. عملاق في دنيا الصحابة أو الصحافة، وصاحب مدرسة استمرت لعقود طويلة سار على نهجها الكثيرون في بلاط صاحبة الجلالة. عاش عصرا ذهبيا وأياما فاصلة في تاريخ مصر الحديث بدءا من خمسينيات القرن الماضي وحتى الألفية الثانية، وكان ملازما لزعماء وقادة خلدهم التاريخ وشاهدا على عصور متتالية. إنه الكاتب الصحفي الراحل محمد حسن هيكل الذي وافق اليوم ذكرى ميلاده. تمر اليوم ذكرى ميلاد الراحل محمد حسن هيكل، وهو الاسم الأبرز في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، ويعد أشهر الصحفيين العرب في القرن العشرين، حيث رحل عن عالمنا في 17 من فبراير لعام 2016 عن عمر ناهز 93 عاما، بعد أن ترك مسيرة حافلة كصحفي وكاتب ومحلل وشاهد على التاريخ. ولد محمد حسن هيكل في مثل هذا اليوم في 23 من سبتمبر لعام 1923 بقرية بسوس بالقليوبية. تلقى تعليمه في القاهرة وبدأ الدراسة بالمراحل المتصلة، ثم اتجه إلى الصحافة في وقت مبكر، حيث التحق بجريدة إيجيبشن جازيت وعمل كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث، ثم عمل مراسلا حربيا لتغطية بعض معارك الحرب العالمية الثانية. وفي العام 1944 انتقل هيكل للعمل في مجلة روزل يوسف، والتي كانت بوابة التعارف على محمد التبعي، ومن ثم الانتقال للعمل معه في مجلة آخر ساعة قبل أن تنتقل ملكيتها إلى الأخوين علي ومصطفى أمين. وفي العام 1945 عين هيكل بمجلة آخر ساعة،
وأصبح بعد ذلك مراسلاً متجولاً بأخبار اليوم، ثم تنقل وراء الأحداث من الشرق الأوسط إلى البلقان وإفريقيا والشرق الأقصى إلى أن استقر في مصر في العام 1951. تولى منصب رئيس تحرير آخر ساعة ومدير تحرير أخبار اليوم، وفي العام 1957 تولى رئاسة تحرير صحيفة الأهرام، وظل في منصبه حتى العام 1974. قاد الأهرام للتحول إلى مؤسسة، وأنشأ عدداً من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الصحفية، ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر. وإلى جانب العمل الصحفي، شارك محمد حسن هيكل في الحياة السياسية، حيث تم تعيينه وزيراً للإعلام في العام 1970، ثم أضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين في غياب وزيرها الأصلي محمود رياض. ترجمت كتب الكاتب الكبير الراحل إلى ما بين 25 إلى 30 لغة، كان أحد ظواهر الثقافة العربية في القرن العشرين، كما أنه مؤرخ للتاريخ العربي الحديث، خاصة تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث قام بتسجيل سلسلة من البرامج التاريخية، ولديه أيضا تحقيقات ومقالات في العديد من صحف العالم. مشاهدينا، إلى أخبار الكرة والملاعب مرة أخرى مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا سارة، شكرا رجائي، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه الجولة الرياضية. تستعد شركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم وشركة استادات لإنشاء دوري الأكاديميات. تمثل الشراكة المميزة بين الكيانات الثلاثة الكبيرة خطوة بارزة نحو تطوير وتعزيز كرة القدم في مصر، وتهدف إلى تقديم نظام دوري متكامل يشمل مختلف الفئات العمرية، ويسهم هذا التوجه في رفع مستوى كرة القدم واكتشاف المواهب. اختتم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادي قبل السفر غدا الثلاثاء إلى السعودية، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل. ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريبا فنيا خفيفا صباح غد الثلاثاء على ملعب النادي قبل السفر إلى السعودية عصرا. أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك. وقرر الجهاز الفني سفر الفريق إلى السعودية بعد غد الأربعاء، حيث يخوض الفريق مرانا صباح يوم السفر على ملعب التيتش قبل التحرك في الرابعة عصرا إلى السعودية. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإسكواش التصنيف الجديد في شهر سبتمبر الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل في المركز الثاني. هذا وحافظت نور الشربيني على صدارة التصنيف سيدات الإسكواش، بينما استقرت نوران جوهر في الوصافة وهنيا الحمامي في المركز الثالث. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لسارة ورجاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. يواجه الآلاف من سكان دولة جنوب السودان آثار الفيضانات غير المسبوقة التي أعقبت هطول أمطار غزيرة على البلاد، حيث انقطعت الطرق وانقطعت الضروريات اليومية بسبب الكارثة. وأدت الفيضانات إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين في مقاطعة لير بعد أن غمرت المياه منازلهم، إضافة إلى قطع الطرق التي تربط أجزاء من دولة جنوب السودان بالعاصمة جوبا. وهذه وقفتنا مع أحوال الطقس والحالة الجوية. نعم فاطمة خليل، مرة أخرى إليك فاطمة. شكرا رجاء، شكرا نسارة، وأهلا بكم مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. We'll be right back.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان مدرجات الحرارة متوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 32، الصغرى 24، الإسكندرية 30 23، مطروح 29 22، بورسعيد 30 23، إسماعيلية 33 21، وجوها حار. بالنسبة للسويس 32 23، العريش 30 22، طابة 30 24، شرم الشيخ 36 26، الغداء 35 25، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 36 24، أسوان 38 26، الوادي الجديد 35 24، حلايب 34 29، شلاتين 35 27، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مدبولي يلتقي عددا من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة بمجال الطاقة المتجددة ويدعوها للدخول بقوة للسوق المصرية. الحكومة تؤكد سلامة مياه الشرب بجميع محطات المياه بأسوان وتشدد على وجود نظام لحوكمة مياه النيل. مصر تدين التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والعمليات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين. نهاية نشرة التاسعة قدمناها لكم من التلفزيون المصري. إلى الملتقى.